المسكرات وهو ما يطلق عليها المشروبات الكحولية أو المشروبات الروحية هي المشروبات التي تحتوي على نسبة معينة من الكحول قد تكون مخمرة أو مقطرة سواء كان مصدرها الفواكه أو من الحبوب. والمركب الرئيسي في الخمر هو الكحول الإيثيلي أو الإيثينول. مصطلح الكحول بتعريفه الشائع فهو عبارة عن مادة سامة توجد في المشروبات الروحية وتعتبر مادة سامة بسبب قدرتها على إذابة الدهون حيث أنها تعمل على إذابة الدهون الموجودة في أغشية الخلايا مما قد يدمر تركيب الخلايا ويعمل على قتلها. يعتمد الكثير من الناس في العديد من مناطق العالم إلى المشروبات الروحية في المناسبات الاجتماعية إلا أن تعاطي الكحول يترتب عليه الكثير من المخاطر والعواقب الصحية والاجتماعية وقد توصل العلم إلى أنه لا يوجد حد أدنى آمن لشرب الكحول لهذا فقد حرمت الخمور في الديانات السماوية الثلاث. وفي المسيحية الإنجيل فيه 30 آية ضد الخمر والناس مش راضية تقتنع بكده وللأسف بنجاري المجتمعات على حساب كلام ربنا. صحيح الكتاب مركز على خطية السكر لكن ما بين شرب الخمر والسكر شعرة لأن حد بيقدر يظبط. ومين قال إنك لما تكون متضايق وزودت الشرب مش هتقع في السكر؟ ثانيا ما تنسوش أن هذه الخطية أسقطت عظماء. مين يقول نوح رجل الله العظيم أسقطته شرب الخمر؟ هو ده كان بيسكر؟ عمره ما كان بيسكر ولا يعرف يعني إيه سكر. نسي نفسه لما استباح شرب الخمر انتهت نهاية مأساوية وكان عام خد لعنة بسبب كده. الحفلات اللي جت في الكتاب المقدس فيها خمرة كلها انتهت نهايات وحشة. هيرودس لما شرب قتل يوحنا المعمدان. بلشصر لما شرب طلعت اليد كتبت على الحيطة وزنت بالموازين وجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنهى مات في الليلة دي. أحشاويرش لما شرب طلق مراته وشتي والست ما جاتش عملت حاجة يا عيني. لكن هي ايه فجأة كده قال استدعولي مراتي افرجها عن الناس صعب عليها قالت لا انا ما اروحش انا يعني كرامتي كمالكة قامت انتهت بقصة وحشة. ليه نتمسك بالقضية دي؟ يعني انا بيصعب علي ان المسيحيين اللي فداهم المسيح وعنيهم على السماء يفصلوا في الموضوع ده كتير. كيف نشهد لإلهنا واحنا نتمسك بشيء نرى نتائجه السلبية في أولادنا؟ يا ما شفنا ناس اتبهدلت صحتها ويمكن ضيعوا أبديتهم بسبب القضية دي. ويعتبر الخمر في الإسلام محرما تحريما مطلقا ويدعى في الفقه الإسلامي بأم الخبائث وقد تم تحريمها استنادا إلى عدد من الآيات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية وذلك على عدة مراحل. سورة النحل. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. البقرة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المائدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبذلك نجد أنه رسخ في الضمير الجمعي لكل من يدينون بإحدى الديانات التوحيدية تحريم السكر أو شرب الخمر الذي يذهب العقل وينجس النفس ويعطل العبادة ويمنع الإنسان من آخر صالحه يذهب به إلى جهنم وبئس المصير.